هي اول سياره محافظه بلاديه تمشي على الماي. هذه خليه انتاج الهيدروجين والاكسجين الى راكبه على السياره عندي 3 سنوات. هاي ما موصوله مع شيء للسياره الا كهرباء، تاخذ من السياره كهرباء 12 فولت وبيطلع الهيدروجين والاكسجين نتيجه تفكك المياه الموجوده بقلب الجهاز، بيطلع على فلتر هون ومن الفلتر بيطلع كمان على فلتر، بيعطي طاقة قوية. أول شيء بيطول بعمر المحرك، بعدين بيخلي درجة الحرارة منخفضة، ثالث شغلة بيزيد بعزم المحرك، بيزيد بعزم المحرك. يعني سيارة هاي هلا بتطلع من أرضها رابع، عمر المحرك 40 سنة، تطلع من أرضها رابع إنه سيارة عمر المحرك تبعها 40 سنة، شغلة كبيرة يعني، يعني معناتها قديش في استطاعة عالية للمحرك. صار عنا هذا الغيار، هيك اول، هيك ثاني، هيك ثالث، هيك رابع، هذا غيار رابع. هلا نشوف السياره كيف ايه انه راح تطلع من ارضها رابع. طبعا في شغله مهمه كثير بالجهاز، انه ما عاد يطلع كربون من شكمان السياره، ما عاد في كربون، احتراق الوقود كامل. 40 سنه مثل ما انت شايفه، لا دخنه ولا شيء، بدون دخان. ليش؟ لانه ناتج الحرق تبع الاكسجين والهيدروجين بينتج مي عنا. تمام. وهيك بنكون حافظنا على البيئه. صديق للبيئه. ايوه صديق للبيئه بالضبط.